طرف علي سالفه اصبر. وش السالفه؟ امريكان اكتشفوا ان النمل من صح صح معلومتك صح والله اني صادق من صح. زجاج فيه نسبة, من زجاج وقاموا يتباشرون بها ولا يوم جو العلماء السعوديين ذولي المسلمين صح قالوا لهم هذه في القران من قبل ما ادري كم سنه مليون اكثر من مليون 1000 سنه ما ادري كم يوم انها يوم عاد في الايه ادخلوا مساكنكم ليحط منكم سليمان جنوده ليحط منكم نسبه من دروا العلماء فيها نسبه زجاج وسلامتكم لا والله صح معك والله اني صادق انشقاق القمر صوره القمر ها اضطربت الساعه وانشق القمر يوم راح العالم اي العالم اللي قال بيروح على القمر القمر انشق ايه ليله الاسراء والمعراج يوم عرج الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يوم قرا هو قال القمر قد قالوا القمر قالها في القران قال انا بقرا القران ده بشوف يوم هنا قال انا بروح اسوي بحث اشوف هو صحيح ولا اشوف صحيح ولا لا حسبي يوم جاء وشو سوى شاف القمر وصوره الا القمر فيه تكسر ومجمع سبحان الله صوره القمر اقتربت الساعه وانشق القمر تدري ان في ناس مهم مسلمين واجد يقرون القران يحفظونه يكسبون منهم معلومات والله من واحد انا أمريكي. قابلت شخص انا يا سلطان يقول حفظت القران وانا ماني مسلم بس شخص عربي من جنسيه معينه يقول عشان في الاعلام طبعا عشان اصير فصيح لسان فصح اللسان يا ولد ما هم مسلم قرب صلوا على النبي فرقت حاجه في لجانب انها تسمع القران بكاء نعم ايه. انا بعلمك صح العجوز البريطانيه اللي كانت تمر على المسجد وفي واحد اقرا فيه تمر على المسجد بس تقول لما مريت على المسجد يقول جاني راحه نفسيه تقول راحه نفسيه من يوم مر على يعني شوفوا عاد المسجد في بريطانيا ما انت على مسجد كبير صغير اي تقول كل ما مريت كان راحة إنسانية من إيش من اللي أسمع من الصوت يقول كل يوم أحس إن الصوت ذا أخوي خضيت يجذبني الصوت ذا كل مرة يجذبني سبحان الله إيه تقول دقيت الباب ودخلت عليه قلت هذا شو قال هذا القرآن الكريم دين الإسلام وكذا أوكي الله تقول قالت أنا أبغى قال عندي مترجم وعندي كل شيء قالت أنا أبغى أسمعه بس بريطاني إيه بسمع قال له عندي مترجم بعطيك اياه واقرا كتاب ويعطيها قران مترجم طيب لا سؤال دول الله يعزها بكل لغه الله يعز حكمها طيب عيال انا بسالك يوم هنا ويقولوا تقرا كامل سبحان الله اسلمت بس تمر بيتها يمر تروح كل ما راحت لها المحل تمر على المسجد تسمع القران راحه نفسيه اسالكم سؤال لبيت محتاج لبى حياتك وقلبك وعيونك لا اله الا الله اسلم حياك الله يبارك بعلمكم الحين لا صار هندي يقرأ القرآن باللغة الهندية تقبل صلاته؟ لا القرآن كتاب عربي يقرأ باللغة العربية. يقرأ باللغة العربية. يعني واحد. بس في ترجمته؟ لا يعني واحد ما يعرف بالعربية هو كيف يقرأ الفاتحة؟